الفصائل المسلحة الموالية لإيران عادت بهجماتها الصاروخية مرة أخرى على القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي، وهذه المرة تمت على قاعدة عين الأسد يوم أمس. وتفاصيل هذا الهجوم الذي جاء طبعا يوم أمس على قاعدة عين الأسد، هنا قاعدة عين الأسد كما تلاحظون، هذا الهجوم استخدمت فيه صاروخين من صواريخ الجراد، وهذا الهجوم جاء بحسب المصادر الأمنية التي اطلعنا على تفاصيلها، أكدت بأن الهجوم وهذه الصواريخ انطلقت من قضاء هيت، ولكن هذه الصواريخ لم تتمكن من الوصول إلى قاعدة عين الأسد، وهي سقطت على بعد ما يقارب 3 كيلومترا عن القاعدة، ولهذا السبب لم ترى منظومة السيرام أو أي منظومة دفاعية تعمل من قاعدة عين الأسد، وعلى هذا الأساس لم تكن هنالك فعلا أي إصابة على هذه القاعدة، وبالتالي لم يقتل أو يجرح أي أحد إذا كانوا من مستشاري التحالف الدولي أو حتى من قوات الجيش العراقية الموجودة في هذه القاعدة العراقية المهمة. ولكن بحسب المصادر الأمنية ومصدر خاص أطلعنا بأن بحسب المسارات التقريبية لهذه الصواريخ والتقديرية، أكدت بأن هذه الصواريخ كانت هي متوجهة مباشرة على مقر الجيش العراقي الموجود في الجانب العراقي من قاعدة عين الأسد، أي بما معنى إذا ما وصلت هذه الصواريخ إلى قاعدة عين الأسد كان المتضرر الأول والأساسي والحقيقي هو الجيش العراقي وليس مستشاري التحالف الدولي، وبالتالي الأمور هي جاءت بهذا الشكل. ولكن يجب علينا أن نتذكر وأن نفهم بأن قاعدة عين الأسد منذ بداية عام 2022 هي ناجحة في منظوماتها الدفاعية بشكليها، بمنظومة السيرام أو المنظومات الأخرى، تصدت إلى جميع الصواريخ، تصدت إلى جميع الطائرات المسيرة رغم تقدمها، وبالتالي الفصائل المسلحة حتى هذه اللحظة هي غير قادرة من الوصول إلى هذه القاعدة. كانت هنالك لقطات كثيرة تحصلنا عليها، وبعضها جاء من مصادر خاصة، قد هي مصادر خاصة طبعا، ولم يطلع الكثيرون على هذه الصور التي سنعرضها. هذه صورة شاهدها الجميع طبعا بكل تأكيد إلى منصتين من منصات صواريخ الجراد التي نتحدث عنها طبعا، وهذه لقطة أخرى من جانب آخر لهاتين المنصتين، وهذه لقطات إلى القطع طبعا التابعة لهذه الصواريخ التي دمرت وتدمرت عندما سقطت على مسافة 3 كيلومترا، وبالتالي هذه هي اللقطات الخاصة التي تحصلنا عليها من المصدر الخاص الذي أطلعنا على كل هذه التفاصيل. الفصيل الذي تبنى هذه العملية هو فصيل يطلق على نفسه فصيل المقاومة الدولية بهذا الشكل على قناة التليجرام. الفصيل قد لا يكون معروفا بالنسبة لكثير من العراقيين بسبب أن هذا الفصيل أساسا هو يعمل منذ الأول من أبريل من العام الماضي، ولكنه يعمل بشكل مكثف على الأرتال اللوجستية، وهذه الأرتال اللوجستية يدعون بأنها تابعة إلى التحالف الدولي. وآخر منشور لهم على هذه قناة التليجرام هي تأتي تقريبا في 10 يوليو من العام الماضي، لذلك هذا أو هذه المجموعة هي ليست أكتف، ليست نشطة، ولكن فجأة تبنت هذا الهجوم بصواريخ جراد 122 ملم، وأكدوا بأنه تمت إصابة الأهداف بدقة عالية بحسب طبعا الكلام القادم من هذه المجموعة. ولكن في حقيقة الأمر خلية الإعلام الأمني المصدر الخاص الذي أطلعنا على تفاصيل هذا الأمر وليس هذا فحسب، كلهم طبعا أكدوا بأن الضربة لم تصل إلى قاعدة عين الأسد، بل أن حتى أحد المسؤولين في التحالف الدولي أكد إلى وكالة فرانس بريس ونقلت هذا الأمر الميدل إيست آي البريطانية، وقال لم تصب قاعدة عين الأسد أو لم تصب قاعدة عين الأسد ولا إصابات في طاقم التحالف. ولكن هنالك نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها، نحن نتحدث عن صواريخ الجراد بي ام 21 جراد التي تمتلكها الفصائل المسلحة، بكل تأكيد هذه الصواريخ هي من الممكن وتتراوح المسافة لها من 20 كيلومترا كأقصى حد إلى 40 كيلومترا. المسافة التي نتحدث عنها من قضاء هيت إلى قاعدة عين الأسد هي تصل إلى ما يقارب هذه المسافة بحد ذاتها تقريبا هي 35 كيلومترا. لو كنت تريد أن تصب القاعدة لما أخذت هذه المسافة البعيدة لصاروخ من الممكن أن يصل على مسافة 40 كيلومترا، أنت على مسافة 5 كيلومترات فقط إن كنت تريد الإصابة، فعليك أخذ مسافة على الأقل إلى منتصف أو نصف 40 كيلومترا التي تتمتع بها هذه الصواريخ مثلا من على مسافة 20 كيلومترا. لو أن هذه الفصائل أرادت إصابة هذه النقطة طبعا قاعدة عين الأسد لاستخدمت المناطق التي موجودة هنا في هذا الاتجاه، خان البغداد
بغداد وغيرها من هذه المناطق كما فعلوا العام الماضي، لأنها مسافتها طبعا قريبة تصل إلى 7 كيلومترا. وفعلا العام الماضي عندما قاموا بهذا الاستهداف تمكنوا من إصابة قاعدة عين الأسد، ولكن هم لم يستخدموا هذه القضية، وهذا قد يعطينا فكرة سريعة بأننا أمام رسالة واضحة جدا بأننا سنصعد الأمور في الفترة القادمة على المستشارين في التحالف الدولي. كذلك قبل أن نبدأ هذا البرنامج تقريبا بربع ساعة كانت هنالك أنباء عن هجومين بالصواريخ، بصواريخ الكاتيوشا طبعا بحسب الأنباء الأولية من 107 ملم، واحدة على قاعدة زيريكام في محافظة نينوى والأخرى على قضاء خبات في أربيل، وبالتالي هنالك تصعيد مستمر ومستمر. كذلك واحدة من الرسائل التي جاءت يوم أمس هي جاءت إلى هذا المقطع الذي نشرته الفصائل المسلحة الموالية لإيران بهذا الشكل، لطائرة مسيرة تحلق وتصور السفارة الأمريكية الموجودة في العاصمة العراقية بغداد، تبين بأن هذه هي وهذا هو مبنى السفارة الأمريكية، وطبعا توضح بأن هذه المباني الأخرى الرئيسية للسفارة الأمريكية كما تلاحظون هنا تقترب بهذا الشكل من هذه العجلة، وتوضح بأن هذا هو الهدف، وكأن هذه الطائرة اخترقت المنظومات الدفاعية للسفارة الأمريكية، وأن السفارة الأمريكية غير قادرة على معالجة هذا الموقف ومعالجة هذه الطائرة. ولكن هنالك قصة مثيرة في هذه القضية، واطلعنا أيضا عليها من مصدر خاص حدثنا عن هذه القضية. إذا ما تلاحظون بداية دعونا نأخذ بعض العلامات لكي نعرف ونطلع عليها. هنا كما تلاحظون النهر بهذا الاتجاه المميز، نهر دجلة كما تلاحظون، وهذا هو المبنى الذي أشاروا إليه، وهذا هو وهذه المباني للسفارة الأمريكية، وطبعا هنا طريق في المنتصف ويأتي النهر بهذا الاتجاه، واضح جدا من المسافة بأن المسافة ليست بالقريبة، وكذلك واضح بأن الطائرة المسيرة هي تحلق بهذا الاتجاه الذي نتحدث عنه طبعا، الذي ترونه بهذا الشكل والذي سندققه بالأقمار الصناعية، وواضح بأنها في الجهة الثانية من نهر دجلة. الآن دعونا نذهب إلى القمر الصناعي لكي ندقق في هذه القضية، وما الذي جرى وكيف لهذه الطائرة المسيرة أن تصل إلى هذا الاتجاه وأن تصور بهذه الطريقة الآن بالهبوط بالقمر الصناعي مباشرة إلى السفارة الأمريكية الموجودة في العاصمة العراقية بغداد التي شهدت ما شهدته بكل تأكيد. الآن إذا ما أخذنا نفس العلامات سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات هنا بهذا الاتجاه كما تلاحظون، هذا هو الطريق، هذا هو المبنى الذي صورته طبعا الطائرة المسيرة، وهذا هو المبنى الآخر الذي كتبت عليه الهدف أو تارجت، وطبعا هذا يوضح بشكل تقريبي بأن الطائرة المسيرة هي كانت تصور من هذا الاتجاه، وهذه المسافة طبعا التي كانت طبعا هي تتواجد منها الطائرة المسيرة، وبالتالي التصوير يأتي بهذا الاتجاه. والمصدر الخاص أطلعنا وهو مصدر خاص لقناة التغيير الفضائية أكد لنا بأن هذه الطائرة المسيرة أساسا كانت مخولة من القوات الأمنية العراقية ولديها التخويل الكامل في عملية التصوير، ليس تصوير السفارة الأمريكية ولكن تصوير ما يجري من مسيرة هنا في شارع أبو نؤاس بهذا الاتجاه. كانت هنالك مسيرة في ذكرى أو في يوم القدس العالمي، هذا هو كانت القضية وأساس هذه القضية، بالتالي هي طائرة مسيرة مدنية كانت مهمتها التصوير، ولكنهم استغلوها وجعلوا هذه الطائرة فقط تحلق على مسافة 250 مترا فقط ببساطة، وصلت إلى هذا الاتجاه وقامت بتصوير هذه المنطقة بأكملها، وبالتالي فإن منظومة السيرام لن تستهدف هذه الطائرة بسبب التخويلات والموافقات الأمنية التي تحصلت عليها. وأيضا يجب أن ننتبه مرة أخرى أن هذه الطائرة هي طائرة مدنية، ليست كالطائرات المفخخة التي عادة أو القاصفة التي تستهدف السفارة الأمريكية. الآن من لقطة أخرى ومن لقطة أخرى سنلاحظ بأن الطائرة فعلا كانت تراقب بهذا الاتجاه ومن هذه المنطقة وتسير بهذا الاتجاه وصورت كل هذه القضية، رغم بساطة الأمر وبأن لا يبدو بأن هنالك شيء خطيرا على السفارة الأمريكية، ولكن نحن أمام تحذير واضح. لماذا هذه التحذيرات تأتي؟ هي تأتي متزامنة بشكل مثير بعد 48 ساعة من تصريحات كانت قادمة من هذا الرجل محمد إسلامي، وهو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي قال بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية انتهت، أجبنا على كل شيء على الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وبأن عليهم الآن العودة إلى الاتفاقية النووية. وكذلك أجاب على تساؤلات أثارها هذا الرجل رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الرجل الآن بدأ يضغط على مسألة فعلا إيران لم تجب عليها، وهي مسألة
مسألة متعلقة بمواقع اكتشفت فيها نشاطات نووية، وهذه المواقع لم تصرح بها إيران نهائيا. وطبعا عرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذه المواقع منذ أن قام الموساد الإسرائيلي في عام 2018 بالحصول وبعملية كبيرة استخبارية بالحصول على الأرشيف النووي الإيراني، وأبلغ مباشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن هذه المواقع. ذهبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المواقع وقامت وفعلا واكتشفت بأن هنالك نشاطات نووية. طالبت إيران بإجابات عن هذه القضية وإيران لم تجب عن هذا الأمر، ولكن إيران الآن هي عادت لتضغط من جديد على العالم، تمتلك الكثير من القوة هذه المرة فيما يتعلق بالأمور النووية. الآن إيران الذي قالته بحسب طبعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الرجل تحدث بأن الآن أجهزة الطرد المركزية أصبحت في أمان بعد الهجوم الذي قام به الموساد الإسرائيلي على منشأة كرج، المنشأة الوحيدة لصناعة أجهزة الطرد المركزية بطائرة مسيرة طبعا منتصف العام الماضي كما نتحدث. الآن أكد هذا المتحدث بأنهم نقلوا أجهزة الطرد المركزية إلى منشأة ناتانز النووية وأصبحت على عمق 3 طوابق، وهنا تجعل الأمور صعبة للغاية على الموساد الإسرائيلي، لأن المتحدث باسم منظمة أو المنظمة للطاقة الذرية الإيرانية قال بأن هذه الأجهزة أصبحت في أمان تام مقارنة بما كانت عليه في السابق. ويجب أن ننتبه أن منشأة ناتانز النووية تخصيب اليورانيوم يصل فيها إلى 60%، بل حتى إلى أكثر من 60%، ونتحدث عن ورشة لصناعة أجهزة الطرد المركزية أصبحت موجودة هناك، وبالتالي الموقف يبدو مختلفا الآن وفي مصلحة إيران في هذه المسألة. كذلك نشاط مثير للغاية من طائرات الشحن الإيرانية المستمرة من طائرات ومن خطوط قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، ظهرت يوم أمس هذه اللقطة بلقطات الرادارات طبعا اللي هي تابعة والتي هي تابعة إلى الفلايت ريدار 24. هذه الطائرة تذهب إلى موسكو وتعود منها بهذا الشكل، وبدأت الشكوك تذهب بأن إيران قد تكون وهي قد فعلا تحصل على روسيا في هذه الفترة على منظومات دفاعية من الممكن أن تستخدمها في الدفاع عن المنشآت النووية في حالة هجوم إسرائيلي أمريكي على المنشآت النووية بعد فشل المفاوضات النووية ووصولها إلى القنبلة النووية في الفترة القادمة. وهذه طبعا لقطة أخرى لتسجيل هذه الطائرة التي تلاحظونها الإيرانية، طائرة الشحن الواضحة بهذا الشكل. ولكن في نفس الوقت إسرائيل أيضا لمحت بشكل مثير قبل 24 ساعة بأننا لدينا الاختراق ونستطيع أن نصل إلى الأماكن التي ممكن أن نصل إليها. يدعوت أحرنوت نشرت عملية وعملية جديدة للموساد الإسرائيلي قام بها هذا الموساد بروايتين مختلفتين، ولكن هي ضد إيران بشكل مباشر. إيران انترناشنال إنجليش التي مقرها في لندن أيضا أكدت هذه القصة. القصة باختصار أكدت بأن عملية كان من الممكن أن تحدث، عملية اغتيال من أحد عناصر الوحدة 840 التابعة إلى فيلق القدس الإيرانية التابع إلى الحرس الثوري الإيراني. هذه الوحدة هي مختصة بالعمليات الخارجية طبعا خارج إيران. هذا الرجل كان مكلفا في عملية اغتيال 3 أشخاص، واحد منهم هو طبعا موظف في القنصلية الإسرائيلية في العاصمة التركية إسطنبول، وكذلك مكلفا أيضا في عملية اغتيال جنرال أمريكي كبير في ألمانيا، وأيضا مكلف باغتيال صحفي موجود في فرنسا. الموساد الإسرائيلي قام بالتصدي لهذه العملية بحسب هذه المعلومات التي نشرت، وقاموا بحسب رواية واحدة باعتقال هذا الرجل واحتجازه في أوروبا. هذه هي الرواية الأولى عما تم لهذا الرجل. الروايتين لم تختلف في قضية ما جرى وتصدي الموساد لهذه العملية ومنع عمليات الاغتيال، ولكن الرواية الأولى بأنه محتجز في أوروبا. الرواية الثانية الخطيرة التي تحدثت عنها The Times of Israel بأن الموساد الإسرائيلي دخل إلى منزل هذا الرجل داخل إيران وقاموا بتحقيق كامل مع الرجل وسجلوا صوته وتحصلوا على أجوبة من هذا الرجل، وأكد هذا الرجل بصوته طبعا كما نشرته Times of Israel بأنه تحصل على 150,000 دولار للتحضير إلى هذه العملية، وبعد إنهاء هذه العملية والنجاح باغتيال هذه الشخصيات المستهدفة كان من المفترض أن يحصل على 1,000,000 دولار. وهذه هي الصورة التي تلاحظونها إلى الرجل الذي طبعا قاموا باستجوابه في منزله بحسب طبعا ما ادعته التايمز أوف إسرائيل، ونشروا
صورته بهذا الشكل طبعا، وأكدوا أيضا ونشروا إجاباته من خلال هذه العملية التي جرت بهذا الشكل. بالإضافة إلى ذلك طبعا، وكما نلاحظ أن الإشارات بأننا موجودون وممكن أن نقوم بعمليات نوعية في الداخل الإيراني، أيضا كانت هنالك تصريحات إلى اليدعو تحرنوت أيضا مرة أخرى بهذا الشكل، تناقلتها من رئيس أبحاث استخبارات الجيش الإسرائيلي العميد أميت سار، صرح اليوم وقال ضاعفت إسرائيل عددا ونوعية الأهداف للهجوم داخل إيران، حيث يقوم الجيش حاليا بإنشاء فرع يركز على الخطة العملياتية في إيران. المشكلة في هذه القضية وفي هذا الصراع بين إسرائيل وبين إيران بهذا الشكل الكبير هو يضعنا في مشكلة حقيقية بأننا سنكون ساحة مرة أخرى لهذا الصراع، كما شهدنا ما شهدناه مما يجري في أربيل، وممكن أن نشهده الآن طبعا من هذه الصواريخ التي تأتي في أولى وعن في أولى الأيام وفي نهاية رمضان وفي أولى أيام العيد، ها نحن نشهد الصواريخ مرة ثانية في الداخل العراقي.